لا احمد ربنا ان البيت ما وقعش في دماغك. احمد ربنا ان انتوا لسه عايشين. عايشين ايه يا وصفي؟ ايه العيشه؟ ده انا بزاحم الاموات في الاموات وماشي. وهتعمل ايه دلوقتي؟ بديل بدور على اي خرم التمويل انا والعيال. انا برايي تكتب للجرايد وكل المسؤولين. مسؤولين ايه؟ ده في واحد بقاله 19 سنه في الايواء المؤقت. 19 سنه في المؤقت. ومعايا يا باشمهندس. ايه؟ قوم معايا بس. ومعاك ايه؟ انت قطعت قلبي من كلامك ده، هجيب لك شقه. شقه؟ قوم بس معايا. انا هتصرف واجيب لك شقه. الراجل بيهزر. شقه ايه؟ ما تهزرش عليك. ضرب. ناقص كام؟ حد نازل ده راجل سكر. بتاع ربنا. اعرفه من ايام ما كان حلاق صح. بشتغل معاه بالليل في مكتبه حاجه كده عشان معاش. بالضرب. الدنيا لسه بخير والله يا سعاد. اتفضل. وش برجلك اليمين. والشمال مالها بنت كلب يعني؟ اليمين فيها البركه. خش برجلك اليمين يا سعاد. اتفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل. يلا بينا يا سعاد. يلا بينا نمشي من هنا. ايه بس مالك؟ تعبيط ولا بتستعبط ولا فاكرنا هبل ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب ليه بس يا باشمهندس؟ ليه؟ شقة زي دي يا ابني تمنها اليوم كان يقل عن 40 50 ألف جنيه. يا باشمهندس ما تقلقش نفسك، أي حاجة معاك ادفعها وخلاص. يعني إيه أي حاجة؟ أنت بتهزر معاه ولا إيه؟ أصلكم ما تعرفوش الحاج نادي صاحب العمارة، ده راجل بتاع ربنا وموته وسمه الخلوات وما يقبلش قرش حرام على نفسه أبدا. واللي هتدفعه هيديك بيه وصل واعتبره من اصل الايجار. ايوه بس انا دلوقتي ما معيش اللي هم يا دوب 2500 جنيه، هم دول اللي اقدر ادبرهم وبالعافيه كمان. ماشي. ماشي ايه؟ هو فضي مجالس وخلاص. وبعدين بقى انت لو زعلني منك بقى مش مهم. لا لا يا راجل هو ما يقصدش. الحاج نادي بياخد ست. بس انا ليه ادلل عليه؟ وعمري ما قصدته في حاجه وقال لي لا. انت بتتكلم جد يا رجب؟ يعني الراجل ده ممكن يدينا الشقه دي ب 2500 جنيه؟ باذن الله، ولو عايز تكتب العقد النهارده هخليك تكتبه. النهارده؟ ايوه. انا هيغمى عليا ولا ايه؟ انا مش عارف. مش دلوقتي. ادينا سعاد. مش دلوقتي. قدام يا رجب. ليه عند الحاج نادي؟ ما تكلمنيش خالص وسيبني في اللي انا فيه دلوقتي. موجود يا فندم. قولي له مأمور القسم وضابط المباحث والسيد وكيل النيابة عايزين. يا نهار اسود. فلوسنا وشاء عمرنا كان هيروحوا هدر يا سعاد. يلا. المأمور بنفسه رئيس المباحث. والسيد وكيل النيابة. أنا قلبي كان حاسس إن الراجل ده نصانة. يلا. أنا مش قادر أقوم يا أخي. يمين لبختك يا سعاد. يلا. مبروك يا باشمهندس مبروك. مبروك ايه؟ الحاج بعد ما يمضي عقد مأمور القسم وظابط المباحث وكيل نيابه هتخش انت عشان يمضي عقد الشقه بتاعتك. الله هما هيسكنوا معاك في العماره. ايوه يا بختك يا عم هتجول الحكومه. انا قلبي كان حاسس ان الراجل ده طيب وابن حلال حقيقه. الفلوس يا حاج وعدها لو سمحت. عد ايه يا ابني؟ مسيناهم على وجوههم. لا بركه. لا ما تزعلنيش يا حاج لازم تعدوني.
وهي دي فلوس دي يا ابني؟ ده انا واخدهم منك بس ربط كلام. وادي يا ابني وصل بيهم اهو. ربنا يطولك عمرك. مش بقول لك يا شريف الدنيا لسه بخير، فيها ناس طيبين. لا 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 لا، اطيب بالحج مفيش زيه ما شفتش، اساليني انا. لا يا ابني ده في وفي كتير قوي، البلد مليانه. لا 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 يا حاج، لا 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 لا، انا اقول الصراحه والله العظيم انا عمري ما شفت حد في فطر واحمد ابويا محمد المصري. انا ما شفت في طيبه الحج ولا في اخلاقه السمحه الكريمه. اللهم قويك علينا، اللهم قويك علينا وعلى اعدائك. الله يبارك فيك يا ابني. يا رجل نعم يا حاج، كنت فلوس حفاظ الخزنه وهات لهم البركه. حاضر يا حاج. البركه كمان، ربنا يبارك لنا في عمرك. اتفضل يا حاج. خد يا ابني دي بقى بركه الحاج نادي، ده بقى كيس بلح ابريمي انما يشرح الصدر. انا اصلي بقى بس بارك البلح، وكل منضعه لازم اوزع عليه كيس بلح. احنا مش هنفتح الكيس، احنا هنخليه بركة. لا 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 لا، ده انا هعلقه في الصالون وهكتب عليه بركة الحاج نادي. شوفي شوفي وشه الصبوح، وشه بيبك ورع وتقوى وايمان. اللهم صل على النبي. ان شاء الله بينا عشان نلحق نصلي العشاء في السيدة نفيسة. يلا السلام عليكم. صباح الخير يا استاذ سعاد. يا صباح الفل يا عم احمد، صباح العشاء. يلا تعالي يا ولاد، أغلى جاتوه في البلد، الحتة 80 قرش، مش خسارة فيه، إيه المناسبة؟ بس فرحين عادي. خير يا سعاد، اللهم غالي وخير. فرحة العمدة فل. ما تتعقد الشقة وتدفعنا فلوسها. ألف مبروك، وجايبة لنا جاتوه، يا شيخة كنت جايبة لنا لحمة يا شيخة فوتيه. بس هو يكون واجب الواحد نصاب، أحسن ده اليوم بكتير قوي. لا ده الحاج نادي بقى يسائل الدهب، مفيش زي البنت في البلد. إيه؟ قلت لي اسمه إيه؟ الحاج نادي. ما تعرفش يا ولاد. هو ده؟ حبيتك يا حاج نادي. نشوف النهارده لنفس الشقه. يعني ايه؟ يعني تهوينا قبل ما ندفنك فيها. والفلوس اللي انا دفعتها؟ مش شغلنا، وهرفع قضيه ولا اروح للمدعي الاشتراكي؟ ما اروح انا ليه؟ ما تروح انت. يا حبيبي القانون ده للعاجز، انما اللي عايز يعيش في الزمان ده لازم ياخد حقه بدراعه. هوينا بقى يا حبيبي هوينا. ما تهوينا من غير ما تروح. هوينا يا حبيبي دماغنا. اوعى جدك ضربه. ربك والحق. انت صعبتوا عليا، انا قلت اسيب لكم الشقه. يلا يا امير. يلا يا كرامك. يلا يا عمي. دول ماتوا بقى يا عيال. الله حط ايديها على خدها، الحكومه حط ايديها على خدها. سعاد سياده وكيل النيابه، انا عايز اعرف يعني ما هو الوضع القانوني في مثل هذه الحاله؟ يبقى الوضع على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
لما نلاقوش.